بلايستيشن بخاري، تنام تصحى استراحة بلايستيشن بخاري. خلاص يا أخي جبتولي الطقق يا ابن الحلال، جيت أم مخنا أنت، هاد لا يطق فيك عرق يا أبو. روق، صرنا كخة يا بقيرة. لا ما أنتو كخة، يخسى عليك يا بابا سنفور، ما أنتو كخة، إكة وبقية في الدكة. بس قصدي لما تيجوا عندنا جدة عروس البحر الأحمر، أكلكم سيفود، استكوزة، جمبري، محار، يعني أشكل لكم أكلات وأكلكم الأكلة الإفريقية الشهيرة بما تسمى بالسيري. إيه سلامات، بتذلنا بالسيري حقك؟ إيه وبذلك، لأنه أكلة الآباء والأجداد العريقة. وبعدين بالله سألت نفسك يوم متى آخر مرة عزمت أنا على رز وغنم؟ يا أخي نفسي أدوق هذاك الماشي ولا إيش يسموه حقكم؟ الحاشي. جيب لي حاشي كده، نفسي أعرمش وكده، أبا أكل كده البعير كده أنقض عليه وعد عيده كده، ويكون فوقه مكرونة كده. يا أخي زبطني يا أخي. هيا خذ لك مسكت مع حاشي، فين نجيب له؟ يا ابن الحلال اترك فاضي إلا حنا، علعل صوت التلفزيون. يا أبوي تعال شوف جواكم النايم هنا. إيش تبي أنت؟ تعال شوف، تمام أقرب. خلنا نشوف جوه. أقرب. يلا يا عيال خلينا نتعشى، يلا لا يبرد العشاء. يلا يلا جايينك. اتفضل، جوها مجيب الضحك زي جوكم. في العيون في العيون صار حبك في العيون، تعالوا خلع الدار. وشي مذا السبك تفلح ووجهه. حياكم الله يا سلام النشانيش، اليوم في زواج ساعد النشانيش، الله يوفقه ويبني بيته. وهذول الحضور سيكم بالخير. تنورونا. مرحبا بسلام النشانيش، انا ذا الحين في المطبخ وهذا عشانه. قعود ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله، وهذا طباخنا علي ناجي. ها كيف الطبخ؟ مالك ان شاء الله لطبخ شعبي، وحاشيكم زين والعشاء بيصير ان شاء الله زين، والحاشي بيستوي براحته. مرحبا والله اللي مرحبا. هو ذا هو ذا. يهو يا ناس يا عالم، لو تعزوني خلينا نروح، نفسي اشوف الحاشي على الطبيعه. أمنيتي بسيطة، آكل من الحاشي ولو لقمة واحدة. خلونا نروح الزواج، الزواج. وهو مهبول أنت، روح الزواج ما نعرفهم، فوال هو. يا عامر الناس للناس، ودك في الصدور، خلونا نروح الزواج هذا يا أخي. يهو نروح، يمكن أهل الزواج أهل كرم، ننبسط شوية. يا رجل ما ورانا شيء، خل نروح ننبسط. يا خلونا نروح ندق في الحاشي. مبروك يا أبو محسن. بارك الله فيك، والله يتمم لك بخير يا محسن. جزاك الله خير. نيابة عن أبوي وعن أخوياي اللي معي، جيناكم متعنيين من غلاكم، ومعنا 20,000 ريال طالبينكم ما تردونا. والنعم فيك وفي أبوك وفي أخوياك كلهم، وبيض الله وجيهكم ما قصرتم. تفضل تفضل وحياك. هذا أبو مخلد هو ربعه لفونا، الله يبيض وجيهكم. خلكم معنا يا مشاهدين، نبي نغطي لكم الحفل كله. الدعوة رسميات، الله يستر لنا نجيب العيد يا عيال. قلت عامر كسر صوتك لا يسمعون ترى. قل لك لا ترتبك ولا تربكنا معك، خلينا نشوف طريقه كيف نقدر ندخل جوا. وش رايكم ندخل مع الشباك؟ وش الشباك انت بوجهك شايف لك طاوه؟ بص بص بص، شوف في مجموعه جايه من هناك، ايش رايكم نصف معاهم؟ وين نصف معهم؟ داخل ملعب انت. جينا نبارك لك يا ابو محسن على زواج ولدك، ومعنا 50,000 عانيه، ان كانها كثيره تستاهلونها، وان كانها قليله كملها المحبه والاخوه اللي بيننا. سلامتكم هذه العانيه. بيض الله وجيهكم، ما قصرتوا ما قصرتوا، حياكم الله. تفضلوا. ابوك العرس البطل 50,000، هالمعرس الحين بيسدد ديونه كلها. انا اقول يا عامر الانسحاب طيب، انا بديت ارتبك. والله والله من قنسل ماكل حاشي يعني ماكل حاجه. يا عيال انا ودي حضر الزواج ولد رفيقي، ودي حضره. يا ابوي انت عذرك معك، والرياجيل بيقدرونه. وثاني شيء يا ابوي وضعك الصحي ما يسمح. صحيح يا عم، انت تعبان وبحاجة الراحة. بالاذن يا عم. ما عليك يا ابوي، كلمهم وقدم اعتذارك. يا عيالي انتم مبطين عنه، ولكم سنين ما شفتوه. ابدا ابدا، ما حنا بتاركينك. واذا على ابو محسن من الرياجيل اللي يقدرون، دق عليه وعلمه بوضعك وبيقدر. جينا نهنيكم يا النشانيش، ماكل نشنوشي نشنوشي، يا صقر كبخ وصفق مريش، ما على هلا تنوشي. ولا نشي. اسكت
الربع يتعذر منكم الشيخ عويد، اتصل ويقول انه